السيدة النائبات، فضلوا السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائبة على هذا السؤال. كيف تعرفوا النقل البحري من أهم رهانات التنمية الاقتصادية بلادنا بحكم الموقع ديال المملكة، بحيث أنه 95% ديال المبادلات ديال المملكة تتقوم عبر البحر. سنة 2006 تم تحرير قطاع النقل البحري للبضائع ببلادنا كما هو معمول به عالميا، وبفضل السياسة المينائية المبنية على التوجهات الملكية السامية، اليوم أصبحت البلاد ديالنا تتحتل المرتبة 20 عالميا في مجال الربط البحري لنقل الحاويات، حيث ترتبط ب 71 دولة وب 184 ميناء. من جهة أخرى، هذا النظام الجديد للنقل البحري اللي بدا في القرن السابق، في الأول ديال هذا القرن عفوا، أثر على الأسطول الوطني اللي انتقل عدد المقاولات فيه من 16 إلى 9، وعدد السفن من 37 إلى 15 خلال نفس الفترة. وهو ما وقع في عدد من الدول، حيث عرفت شركات النقل البحري الدولي تكتلات عظمى يصعب في ظلها تطوير شركات صغرى أو متوسطة في هذا الميدان. لكن رغم ذلك، ومن أجل تمكين المغرب من ملاحة تجارية وطنية، تتعمل الوزارة على بلورات استراتيجية.